الإنجاز الذي حققه الجيش العربي السوري باستعادة السيطرة على منطقة عين الفيجة كان له صدى كبير بين أهالي مدينة دمشق لكونهم كانوا المستهدف الأول من انقطاع المياه نتيجة الاعتداءات الإرهابية على النبع. أهم شيء المي والكهرباء اليوم لأي مواطن سوري، بدون المي والكهرباء ما بيحسن يساوي أي شيء، يعني مية الشرب بالذات. الجيش العربي السوري مين إنا غيره يحمينا؟ والله ينصره ويسدد خطاه. هذا شيء كتير يعني مفرح لنا، والله الله يديم الجيش ويديم قائد الوطن. تحية للجيش العربي السوري ولقائد الجيش العربي السوري ولكل ضباط الجيش العربي السوري ولأفراده. تحية كبيرة للجيش العربي السوري اللي عم يساهم بكل شيء، وهي هلا آخر إسهاماتهم رجعوا المي على عشام. بوحدة الشعب مع الجيش السوري نكون إيد وحدة، نطرد الإرهابيين ومنحرر سوريا كلها من آخر إرهابي. الله يخلي لنا جيش سوري والله يحمينا يا رب. والله فرحة كبيرة ما بتتعوض، المي كل شيء إلا المي. الجيش العربي السوري هو لأله عم قل له وجه له التحيات ويقوي يا رب على كل معتدي. الجيش العربي السوري إنه يضل صامد إن شاء الله، وبإذن الله يسترجع كل الأراضي اللي أخذوها الإرهابيين إن شاء الله، ويتحرن إن شاء الله بأسرع وقت إن شاء الله. تحية للجيش العربي السوري والقوات الرديفة اللي هن واقفين لحمايتنا والدفاع عنا وعم يرجعوا لنا كل شيء من ناحية الكهرباء والمي. نحن صمودنا نأخذ من الجيش العربي السوري، يعني صمودنا من قائدنا وجيشنا العظيم. الصمود في وجه الإرهاب يستمده الشعب السوري من الجيش ليكونوا يدا بيد في وجه كل معتد يحاول أن ينال من نبض الحياة في سوريا.